ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا اليوم كنت عم فكر بشي غريب بس حلو رح تحبوه. هيك لنشوف خبرنا. كنت عم فكر اسحب تعويضي كله واطلع تقعد قبل بكم سنة ونروح تلتتنا عشي بلد نعمل سياحة. بتحكي عن جد نديم؟ أكيد، وهيك بصير في حقيقة حلمتينا تروح تتخصص سنة بشي بلد هي بتحبه، إنه تكفي رقص وهيك قصص يعني. لك شو حلو. شو تينا ماما؟ شو تينا؟ تينا ماما شو بك؟ تينا حبيبتي. حبيبتي ردي علي ماما. بابا تينا خلص. تينا خلص 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 تينا حبيبتي. تينا تينا ماما. ايه ابو منير عم تسمعني؟ انا عم بحكي معك من لبنان، اخذت رقمك من رفيقك هادي. ايوه ايوه ايه ايه هادي ما غيره. ايه مزبوط. أه الله يخليك، بدي اسالك، انا اهلي كانوا موجودين على المركبه اللي طلع امبارح بالليل، بس طمني شو صار معهم؟ ان شاء الله وصلوا بالسلامه. كيف كمشن البوليس؟ الحمد لله. أوف الحمد لله يا ربي، الف الحمد لله. طبعا مبسوط يا زلمه، كمشن البوليس مو احسن ما يغرقوا بالبحر؟ طيب الله يخليك، بس اللي طمني كيف فيني انا احكي معهم او اوصل لهم مثلا؟ كيف يعني؟ طب انا اذا بدي رجعهم على لبنان شو فيني ساوي مثلا؟
تينا؟ لا ابو تينا، انت مش رح نخلص منك بقى. تينا ما بقى بدي اياك. تينا هلا عملت كريجة بيكو، كانت عم تصرخ وتقول قديش بتكرهك وقديش لازم تطلع منك. هلا عم بنتي بقى، وقال لها بشرفي بلحقك على اخر الدنيا وبخلص منك. قبل بمرة قلت لك انه اللي بيأذي بنتي بقتله، وبعدني عند كلمتي. رفيت أكيد كنت عم تحكي مع إياد. إيه. قدي محظوظة تينا. ليش؟ لأنه من أول ما بلشت تحزن وتتعذب وجعت لك ضميرك. قدي صار لي مثل أنا هيك سنين سنين، ولا مرة حسيت تجاهي بالذنب. طبعاً هيدا إحساس البي، وأنت بي مثالي وحنون، بس أكيد منك زوج مثالي وحنون. تصبح على خير نديم، تصبح على خير. حبيبي هاي. جبت ورد، لأحلى وردة بحياتي. حبيتيها؟ كتير. شو هاد؟ كيف؟ تجوزيني؟ شكلك انبسطتي، معناتها الاستقرار اللي كنت عم تحكي عنه وعم تدوري عليه هو مو معي. لا عن جد انك مجنون، كيف تقول هيك شيء؟ لانه مالي شايفك انك مبسوطه. لا بالعكس كثير مبسوطه، بس خايفه. معك حق، معك حق تخافي، لانه ما عاد عندك ثقه فيني. لا مش مزبوط، بس خايفة تكون بدك تتجوزني لأنه أنا طلبت منك هذا الشيء امبارح. ما بدي إياك تعمل ولا خطوة إلا إذا أنت مقتنع فيها. أنت بتعرفي منيح إنه أنا ما بعمل شيء إذا مالي مقتنع فيه. وعدني إنه ما بحياتك بتخونني. وعدني إنه ما بحياتك بتشرحني. بوعدك إنه من هون لخمستاشر يوم رح تكوني مرتي. ولا كلمة.
هادي ما زال أنا متوت أنت على قدك أنا رح أبقى معه. معقول رح تقدري تسامحيني على كل اللي عملته فيكي؟ مش هيدا المهم هلا نديم، المهم تينا. بعتذر على كل القهر والعذاب والزعل، بعتذر. الو الو ايه رامي، انا يزن. وينك اخي وينك؟ انا محجوز على الحدود، عم دق لك بس لطمنك. طيب انت وين على المظبوط؟ قلي ما تاكل همي، انا بس دقيت لك لخبرك اني لغرقت ولمتت. ببقى بحكيك بعدين رامي. لك شو يعني تحكي معي بعدين؟ قلي انت وين لاجي اخذك. لا لا ما بدي ارجع. ما بدك ترجع؟ كل اللي عم بيصير فيك وما بدك ترجع؟ هون بتضل عندي أمل. إذا فلتت من هالحبس أطلع أشوف حياة تانية وجديدة. انتبه على حالك أخي، هون كلياتنا انفدنا ومناح، ما حدا غيرك. أنا مضطر سكر، وراي عالم كتير بدها تحكي. يزن! صار لازم سكر. ما تسكر يزن! دير بالك على حالك. هيدا رامي، ان شاء الله ما يكون خيو صاير معه شيء. طيب ردي ردي. ايه رامي طمني. يزن هلا حكاني قال ملقوط من شرطه الحدود. قلت له انا جاي اخذك فورا، ما رضي. قال بيضل هنيك يحارب ويناضل. عجبك؟ ما بعرف شو بدي اقول لك رامي، بس منيح ما غرقوا بالبحر الحمد لله. ايه طبعا الحمد لله. انت وين شو عم تعملي؟ أنا عند إياد بالبيت عم نشرب كيس خبر كتير حلو. أي خبر حلو؟ أنا وإياد رح نتجوز بعد جمعتين. أنتي أكيد عم تمزحي معي مظبوط؟ شفت هيك قررنا بسرعة، وفاجأني اليوم وطلب إيدي ولبسني الخاتم. إيه عال عال، إن شاء الله ألف مبروك. بدك شي؟ أكيد رح تجي عرسي، ما هيك؟ أصلاً نحنا منتجوز هون ونرجع مننزل على بيروت منعمل عرس كبير مع أهلي وهيك. جنى اسمعين، امحي رقمي من تليفونك وفورا وانسيني. اوكي؟ طيب اوكي، نحكي بعدين. لا 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 لا، ما رح تحكيني لا قبلين ولا بعدين. هلا رح نسكر التليفون وانت رح تنسيني وانا رح انساكي كمان. اوكي؟ والله يوفقك على كل شيء. وبدي أقول لك شكراً كثير.
شو؟ شكله ما انبسط بالخبرية ما؟ لا حبيبي، بس مشغول باله خيون لقط على الحدود ما بعرف بأي بلد ومزعوج شوي يعني. خير يلا تشيرز. تشيرز. طالما انت زوزو يعني وصلنا. ايه نعم انا زوزو. ابني فادي عندك هون؟ ايه هو هون، بس بترجيكم ما تقولوا انه انا تلفنت لكم، قولوا انه انتوا استدليتوا على البيت منكم لحالكم. عيطيلو تكرمي. يا عيني منيك على التربية يا أم فادي. انت سكوت، مهم هلأ ناخد خيك ونرجع على البيت. الله يستر شو حشيت له براسه زوزو. يا أهلا وسهلا، نور المكان عن جد. يعني بتعرفي يا عيال، أنا الحقيقة حابب استقبلك عندي بالبيت، بس للأسف أنا لسه ما استجرت بيت هون. بس قريباً كتير رح استأجر بيت وفرشه وأعزم كل أصحابي عليه، ويمكن أعمل عائلة ما حدا بيعرف. أصلاً أنا ما بعرف قديش رح أبقى هون بلبنان. ليه أنت مرتبط شي؟ أنه مغروم؟ لا، هدول سؤالين ما لهم علاقة ببعض أبداً. مرتبط شي ومغروم شي تاني تماماً. حلو، يعني أنا فشت الخلق ما هيك؟ بتروح بتحب وحدة بترجع بتجي لعندي. وشو فيها؟ في أحلى من فشت الخلق هي؟ مجدوبة صحتك، لو أنا محلها ما بتركك أبدا. مزبوط، معك حق، هي مجدوبة بس بتجني. شو عرفكن انه انا هون؟ شو جايبكن لهون؟ تقبرني تقبرني يا امي، تقبرني يا امي. يا حبيبي انت منيح، يا عمري انت شو اشتقت لك، يا حياة قلبي انت. اذا بتعزيني وبتحبيني احملوا حالكم وفلوا من هون قبل ما اجي نبيل تخروي لي بيتي. زوزو انتو خبرتوني انه انا هون؟ لا انا ما خصني. امي هي ما خصها. انا بس بدي افهم شغلي، هلا انت فادي تركت البيت لتعيش بهيك مطرح؟ ليش ابوه هذا المطرح بيي؟ اكيد هون بيشبهك اكثر من بيتنا المحترم. للعمة منين رح تطلي بهالمخور وهيدي بيي؟ احترم زوزو واحترم البيت اللي انت فيه. هون منك ببيتك، ما فيك تحكي شو ما كان. ليه انت ما بتستحي على دمك؟ ما بتستحي على حالك كيف جررنا انا وبيك وامك على هيك مطرح؟ ما خصك انت، وهذا البيت انا مبسوط فيه. خلص خلص حبيبي خلص انت وياه. مدام زوزو بلا صغرة من حضرتك، نحن عائلة، فيك تتركينا لحالنا نقدر نتفهم على رواق. زوزو ما بتروح لمحل، وأمي للمرة الأخيرة عم بقلي تفلوا من هون قبل ما يجينا بتعملوا لي قصة. فلوا أمي. إذا إلي موني عليك شوية معزي بقلبك، الله يخليك رجع معي على البيت. أمي على البيت مش راجع. لك خلاص ماما حشتعب بقلبك، لو بده يفل كان فل. يلا بقى خلص اتركوهم. شو تبهي لي عليه؟
شو؟ خايفة من العتمة مثل أنت وصغيرة؟ خايفة من حالي. أنا كتير ضعيفة قدام. أنا كتير بحبه ماما. أنا كمان صار لي سنين بحب بيك وهو ما بيحبني. ولكن شو صار فيي؟ وهتعملي مثل حبيبتي؟ اتركي بسرعة وإلا رح يخرب لك حياتك. طيبيني بقلبك مثل زمان. تعالي قلبي يا حبيبي تلفي انت. واو أنا كثير مبسوطة أنكم رح تتجوزوا أنت ودادي. حياتي أنت. بحبك دادي. أنا بموت فيكي. رح يجوا كلهم من لبنان على العرس ما هيك؟ أوف بدك تجيبيهم كلهم لهون؟ إيه لازم يجوا، أو نحن بنروح على لبنان وبتتجوزوا هنيك وكلهم بيكونوا بالعرس وأهم شي تينا وبنرقص لكم أنا وياها بالحفلة. حبيبي عسيرة الرقص ما بدك تقومي تجهزي حالك عشان تروحي على البروفا تبعك؟ بلا أكيد. يلا بسرعة ركض. هلا هيك بدك تعملي كل ما انجابت هاي السيرة؟ لا أبدا. أنا رح ساعد زينب باللبس ولازم ألبس أنا كمان وروح على الشغل. حبيبتي ما أكلتي شيء. شبعت. Thank you. صحتين حبيبي. صباحا. يي شو بكم مظلومين فيي هيك؟ شان لا مفكرين دمتلكم ختيارة كل مصيبة بدها معي سنة وقت لتنحل. أنا صبية حبيبتي. أكبر مشكلة بدها معي ليلة انهيار وحدة، بعدين برجع بقوم بنهار جديد بحياة جديدة كلها فرح وأمل. عن جد حبيبتي؟ عن جد عم تحكي؟ عن جد ماما. امبارح أنتوا عم بتطلوا علي فاكريني نايمة. أنا كنت مغمضة عيوني قاعدة عم فكر. عم فكر بكل شي صار وكل شي رح يصير. أنا خلص رح أطلع من هيدي القصة بسرعة كثير. أصلاً أنا صرت أحسن ب50%. بكره يمكن بطلع لي شي يومين على شي جبل بنسى القصة كلها، كل شي بيروح. مرتا تعال بليز. يا ريت يا حبيبتي يا ريت. أصلاً هيك لازم. طلعي فينا أنا وأمي. صلي من امبارح بفكر وبسأل حالي كيف مرق هالعمر نحن وعم نتخانق. شو كان في زوم لكل هالخناق والجفا والزعل؟ تخانقنا ورحنا وجينا وأذينا بعض وما ربحنا شيء. قاعدين مع بعض بوج بعض وما في شيء تغير. هلا بروح كل نهار برقص هيك بريح جسمي وعم فكر عن جد انه ليه ما بقول لاصحابي نطلع شي يومين على شي جبل نضحك ونتسلى وبس. الاصحاب بهيك وقت دوا ما هيك مهموها؟ اكيد حبيبتي. اتصل فيكي من لندن انت ونعمه. بابا بليز ما بدي احكي بالموضوع. Thank you.
لي بلوك كمان. بسيطة. بعرف إنه ما بدك تحكيني ولا ترد علي، بس أنا لازم أحكي معك، لازم أخبرك كل شيء عم بيصير معي. مش مزبوط مثل ما فكرني إني أنا بلا كرامة وبلا شخصية، بس أنا عم بمرق بظروف كتير صعبة وأنت لازم تتفهمها. بس رد علي على القليلة حتى نحكي. أنا حقي إني أحكي معك لو لآخر مرة. مش نحن أصحاب؟ عمي؟ ايه؟ هاي الغلة. يسلموا ايديك، نعمة كريم. مجد. ايه ابي. تعال اقول لك. شايف البردقانات شو ظراف؟ هلا بتاخذ كيليين وبتروح لعند عمتك شريفة، تخليها تاخذهم وتروح لعند جمال وتعصرهم لزهرة، ماشي؟ يا ربك جد عم تحكي؟ ايه عن جد عم يحكي. ليش مستغرب يعني؟ سيك. لازم تتقرب منهم للجماعة. عمتك قالت لي انه جمال قالت لها زهره لا عم تاكل ولا عم تشرب. اذا بتاخذ لها البردقانات وبتشرب من تحت ايديك هاي فرصه لإلك، فتح لي مخك. والله معك حق. حط حط. ايه طول بالك. عم اقول لك ضيافه مو تاخذ لك كل الصندوق. شو بكون انت وابوك مزاريبكم لبرا؟ بدنا نسترزي. يلا بخاطركم. مع السلامه. لا تطول. ايه حبيبتي يلا. يلا يا حوي قاعد اقبل هالتلفزيون لا شغلي ولا عمي مثل العادة. سابع سابع وطيني هالتلفزيون. شوفي جانا على الخط بدها تخبرنا شيء. رح حطك على سبيكر. يلا انا وبيك عم نسمعك حبيبتي. قولي. انا واياد رح نتجوز بعد جمعتين وبدي رضاكم علي حتى اكون مبسوطه. الله يوفقك يا بنتي. الله يوفقك. المهم تكوني مرتاحة بحياتك وأنا ما بدي شيء من هالدنيا. وأنت ماما ما بدك تهنيني؟ بلا حبيبتي. الله يوفقك ويهنيكي. أنا انبسطت لك كتير، بس ما تنسي إنه خيك وسام رح يجن من هالخبرية. وسام أعطيه شوية وقت، لما يطلع من الصدمة رح يشكرني على اللي صار. تينا ما كانت تحبه ولو جوزها أكيد كانوا اتطلقوا بعد سنة. ماما جانا بنتي مش رح تعملوا عرس ببيروت؟ ما فكرني إني أنا بلا كرامة وبلا شخصية، بس أنا عم بمرق بظروف كتير صعبة وأنت لازم تتفهم. بس رد علي على القليلة حتى نحكي. أنا حقي إني أحكي معك لو لآخر مرة. مش نحن بونجور حبيبي. بونجور. شو في؟ بك شي؟ لا ما في شي، بس اخي صاير معه مشكلة ولازم روح شوفه فورا. خدي ليال خدي، البسي لأنه لازم نمشي فورا ما معنا وقت. طيب ماما، نحكي بعدين، عندي شغل. صباح الخير جملو.
أهلين شريفة. جبت لك هالليمونات التازة من عند أولاد أخي، لأنه صرنا بالدكان نبيع فواكه وخضر كمان. لسو معزبة حالك؟ ولو، هدول مشان زهرة حبيبة قلبي، بتعصري لها يا هون، لأنه الليمون التازة بيقوي الدم وبيعمل نشاط. بس البنت ما عم تاكل ولا عم تشرب يا شريفة. بعت ورا عمها لخبره، بنت عم تنوص قدام عيوني. إيه ولا يهمك، هلأ بتشوفي كيف بتاكل وبتشرب من إيد عمتها شريفة. برجع بعدين. شو بو غادة؟ ليش بارين بوزو؟ شو عملنا له نحنا؟ زعلان لأنه عساف ما بده يتجوز زهرة، اللي هي عم تعمل مشاكل كتير ومش مصدق إنه وقعت وكانت عم تسلق وهربت لتاني مرة قال لأنه بدهاش تتجوزه. والله معه حق. فوتي لنعصر هالليمونات، فوتي. يلا. أنا ما بدي إياها، العمى شو غبي. أنت مين خبرك هدول الأخبار؟ قل لي. طيب، كيف فينا نعرف إذا أخي يزن موجود معهم هنيك ولا لا؟ مين بده يحكي معنا من هنيك يا زلمة؟ شو مفكر الشرطة اليونانية ما لها شغل غيرنا؟ أنا رح أعمل المستحيل لحتى أعرف وين هن بالضبط، ورح أروح لهنيك جيبهم بإيدي لهون. خير إن شاء الله، خير خير. خلص، بشوف شو بصير معي وبحاكيك. يلا، روح. باي. نفسي اعرف ايه اللي عاجبك فيه ده. ابو سمكه. مين؟ مين؟ ابو الفود. شكلك واقع في شوشتك. انا؟ شو عم تحكي يا نبيل؟ انا معقول انغرم؟ ما انت اكثر واحد بيعرف هالشي. فادي انا بخدع. خي لك المي شو نظيفه. تعال اقعد. الناس كلموني كلها 3 ايام ونعمل عمليات تانية. تاخد فلوسك على دير مليم. خش يا اخويا خش. ايه طمني نديم، كيف شغلك؟ ماشي الحال. هيك وهيك، اوقات هيك. مثل هالبلد. كيف وضعك يا عمها؟ ها، احسك معها. نديم، شو عم تعمل هون؟ انا جاي اخذك على البيت اذا ما في مانع. لا لا ابدا، بس كنت بدي اخذ شوية اغراض قبل ما امشي. اخذهم سوا؟ اكيد. بعد بدي اخذ تونة. رح اعمل لك تونة مع حر. كنت تحبها كثير تتذكر؟ يلا رح اعملها لايت هالمرة. اخذ بايت مايونيز. شو اشتقت لك ليتي كمان. لما كنت بعمري هيك كان شعري طويل مثل شعرك. كانت ماما كل يوم تعمل لي جدولة على المدرسة. دادي؟ بدي احكي مع مجد بليز، اشتقت له كثير. هلا؟ ايه بليز 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 دادي، اوعى تزعل. ما تزعل للبنوت، اوعى. انت واسطتك كبيرة على فكرة. تكرمي. وهي الأستاذ مجد. يلا. الو؟ هاي مجد. ايه زنزونه حبيبتي. زينا؟ ايه كلياتنا اشتقنا لك. يلا رح افتح السبيكر بتحاكينا. ايه ان شاء الله بتقبريني يا زينا. انا تيتي. كيفك يا حبيبتي؟ كيفك يا عمري؟ زنزون لا. مرحبا. اهلين يا روحي. لك اهلين. ايه زنزون. هيك هيك روحي روحي.
روح. مرحبا سنسورة، أنا اشتقت لك كثير. إن شاء الله تبريني. إن شاء الله أنا نجم. أنا كمان كثير اشتقت لك. أنا كمان اشتقت لكم، أنا كثير بحبكم كثير كثير. Also helping people know how they can conserve water at a very individual level. عملت لك شاي حبيبي. تفضل. مالي نفس. لك يا وسام يا تقبرني. ما فيك تضلك هيك. انت الحياة قدامك. ما بتقدر تستسلم قدام اول مصيبة كبيرة بتطلع على راسك. زعلان من جانو. من اول ما عرفت انها رح تتجوز عم جرب استوعب الفكره، ماني قادر. تركها تعمل اللي بدها اياه، وانت اعمل اللي بدك اياه، بس ضروري تفهم انه اختك مزروكه ومجبوره بقصص كثيره. يا وسام يا حبيبي، اختك تعذبت كثير، ما بقى عندها خيارات كثير لتعملها. لازم تفهم هالشي. ضروري تشد حالك هلا لنشوف شو بدنا نعمل بخيك بالمصيبه اللي واقع فيها. شو فينا نعمل له هذا كمان؟ بندز عنابيل عند البوليس، وهيك بيجوا بيلقطوه وبيحبسوه. اوعى ماما هيك بتوعي فادي كمان. اوعى تعملي هيك شيء من دون ما تقولي لي. بتكون عم تفيدي فادي، بتصير عم تاذيه. هيك هيدي لك بليز. حلف بليز. صحتين. ايه انت بدك تفرجينا فستان الهرس؟ ما فيني ابدا. ليه بقى؟ لانه بيقولوا فيل. اذا العريس شاف الفستان قبل العرس بينفكس العرس. كلها خرافات هي. أنا بس فيني شوفه. مين قالك بس أنتِ؟ أنا اليوم فيني أطلع على غرفة النوم أفتح الغزالة وأشوفه لحالي. لا أكيد لا. بلا سؤالة. أنتوا اثنين هيك علي؟ أوكي خلص بلا. في شي حياتي؟ لا، يعني مشاكل بالأوتيل مثل العادة، ما بيعرفوا يحلوا شي من دوني. لازم روح هلا وشوف شو القصة. انت معلش تاخدي زينة على البيت. بدنا نسأل زنزون. اوكي طيب يلا، ما بطول انا معناتها. باي باي باي. يلا حياتي كملي الجاتو. خلص ما قال لي نفس. جيب لك شي تاني. اوكي. احكي مع حالي.
الندم يا ريت ترجع دموعي تضم ونسيها الألم يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب انسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت مثل الأيام قلبك كسر قلبي مثل الأيام صابوا الأعمالي ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جوا مثل الأيام كنا أنا وأنت بقلبك محلي وجوا قلبي أنت وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت